السبب في هادشي اللي وقع في حمزة خيخي تصويرته اللي ما عنده حتى شي واحد وكانوا كيحلموا يشوفوها. ها هو عضو من العصابة بالتصويرة ديالها. مش عارفوا راسكم أمين واللي مع حمزة مخيخ بأي حق تبوستي تصويرة بحال هادي ديال عضو ديال الجهاز التناسلي؟ ها بأي حق؟ شكون انت باش تطعني في شرفي وفي ماء عيني؟ شكون انت اللي تهاكي ليا تليفوني وتخرج منه التصاور ديالي؟ كاين انت شي اشكال؟ باي حق تصيفط لي ان ميساج وتقول لي دكتور كونت اسكي سورا فوتر تور دو فو سويسيدي دكتور؟ فوقاش غادي يجي وقتك باش انتحر؟ كراني انتحرت ولا كراني بزاف على الشمان كراني كنضرب ولا الطاسه كل ليله؟ باي حق باي حق تعير لي حمزه مون بيبي؟ ما تبغينيش انما لو قلت لك بانك تشوني با كومبيتون ما كنمشيش ونبوستي تصاور بحال هادو. شنو كيعني ملي كنبوستي تصاور بحال هادو؟ شنو كتعني على انك تجي وغادي دير تصويره وتبوستيها على واحد الانسان وتقول ها هو واحد الانسان اللي بارتي انتيم ديالو؟ كتعني على انك بغيتي هذا الانسان هذا ماشي تدمره، بغيتيه يموت في الحبس من غير خت دنيا بطمه؟ عندهم سبب في هادشي. اللي مقبوطين في الحبس ومازالين اخرين غادي يتقبطوا لحقاش اللي وريتكم في التصويره ما كاينش شي واحد اللي ورى حد الاب وغادي تصيفط للفرقه الوطنيه مازال ما مقبوطش. بغيتو سكوب؟ ها هو سكوب. اللي دار لي هادشي حمزه مون بيبي 4 و6 وجو نو سي با كوا باش ما يتقطعناش اللايف باسكو دايرين صور ليا ديال البورنوغرافيا. هادوك اللي في الحبس عندهم سبب. واليوم تنقول ماشي كنشمت فيهم، لا، عامين ديال الحبس ما كتبردنيش على انسان شتتني. علاش هاد الدنيا بطمة غتشويني؟ هذا اللي كتقولوا بانه رئيس العصابه حقائق كما هي لا بالنسبه للناس اللي باغين يعرفوا الحقيقه احتراما اليوم نبداو في الدواسه اللي تنشرت على جل المواقع. شتوها مزيان هاد التصويره ياك؟ شتوها مزيان. منين كنديرو الخيوط اولا كنجبدو. شنو هو الخيط؟ الخيط هو اللي كان انترودويو هنا وكنجبدو باش كيولي الوجه متراصي. هادي نبدا من النهايه. دوك صمد مشى دار الخيط عند صوفيا كون داير البوتوكس غادي ندير العينيه؟ ها كون داير الخيط ودير اوبيراسيون غادي ندير الحناكيه؟ ها ولنسياتكم ولليتكم اللي كيكذبوا عليكم كتموتوا عليهم اللي دايرين بصح هادشي كامل ولاعبين عليكم العشره تقولي عليهم واعبين لا تيختي جمعت. وقع الضرب. لوتوريزاسيون ها هي وعطيتكم لا ريفيرونس باش ديروا لا سكرين شوت وتقلبوا عليها والحمار والحماره ديال حمزه خيخي بوستها لكم ها هي قالك شوف شنو عنده شركه. مي بيان سور كو جاي ان سونتر وليني ان سونتر بور دي سيرفيس ميديكو. باش تعرفوا راسكم امين واللي مع حمزه مخيخ باي حق تبوستي تصويره بحال هادي ديال عضو ديال الجهاز التناسلي؟ ها باي حق؟ شكون انت باش تطعني في شرفي وفي ماء عيني؟ شكون انت اللي تهاكي ليا تليفوني وتخرج منه التصور ديالي؟ شكون؟
على انك تمشي تجيب شهاده حسن السيره والسلوك اللي كتعطى في الامن وفي مديريه الامن الوطني. انما هذه عرفتها لحقاش تعطات من جنابي، تعطات من سواديزون اللي كنت نقول صاحبي هو اللي صيفط الحساب. ما كاين حتى شي اشكال. باي حق تصيفط لي ان ميساج وتقول لي يا دكتور كونت است كيل سورا فوتر تور دو فو سويسيدي؟ دكتور فوقاش غادي يجي وقتك باش انتحر؟ كون كنت مهزوز، كون ما كنتش دوك صامد، كون راني انتحرت، ولا كون راني تنشم بزاف على الشمان، كون راني كنضرب، ولا الطاسه كل ليله، بأي حق؟ بأي حق تعاير لي حمزه مون بيبي؟ ما تبغينيش، انما لو قلت لك بانك تو ني با كومبيتون ما كنمشيش ونبوستي تصاور بحال هادو. شنو كيعني ملي كنبوستي تصاور بحال هادو؟ شنو كتعني؟ شنو كتعني على انك تجي وغادي دير تصويره وتبوستيها على واحد الانسان وتقول ها هو واحد الانسان اللي بارتي انتيم ديالو؟ كتعني على انك بغيتي هاد الانسان هذا ماشي تدمرو، بغيتي يموت. احترامي للناس واحترامي للانستغرام، جو نو بو با بوستي اون فوتو باغي. اللي شافوها اكثر من 50 مليون